تونة وبصل أخضر، بقدونس، بقسماط، بهارات وملح، ثوم وبيضة، ونخلطهم مع بعض، ونضيف البطاطس المهروس، ونشكلها على شكل أصابع صغيرة. نخلط الحليب وبيضة ورشة بهارات، ونغمس الكفتة فيها، بعدين نقلبها بالبقسماط، ندخلها بالقلاية الهوائية ونرش عليها شوية زيت. والحين نبدأ نحشي، ندهنها بجبن ومايونيز الكفتة وسلطة المشاوي وطبعا المخلل. أو حتى لو تاكلونها كذا لحالها لذيذة وبالعافية.